الستات بيعانوا معاناه اكبر من كده بكتير، بس بحيي كل بنت نزلت الميدان، كل بنت اتعرضت لالم ووجع واغمى عليها، والأسوأ انها بتتعرض دلوقتي للتحرش. ومش تحرش بس، للاغتصاب. اللي حصل وقتها ان انا كنت لوحدي خالص، وكانت مجموعات طبعا زي ما بقول لحضرتك 200-300 راجل. اللي بيحصل كان انه بيبقى في شد وجذب من جميع الاشخاص اللي موجودين جوه، من كل طرف يعني جزء من جسمي، وناس بتحاول تقلعني هدومي، وناس بتحاول تقطعها بالمطاوي، وفي اللي بيقول انه بيحميني بس هو في الحقيقه ايده جوه بنطلوني. انا كان معايا الكتريك، كان الايد اللي بتقرب مننا كنت بكهربه، وده اللي نجدنا انا وهي يعني في الوقت اللي كانت يعني هم خلاص بداوا في مرحله النعاده ورايا مش طايلينها، فبداوا يمزعوا في هدومي انا، فحد منهم كان بيحاول يفك الالكتريك من على ايدي عشان ياخده ويستخدمه ضدنا. كان في حادث في جامعه القاهره، حادث مؤسف، مش بقى مظاهره او ما الى ذلك، حادث تحرش. فين؟ في كليه حقوق جامعه القاهره. دول اللي هيطلعوا محامين ووكلاء نيابه، هذه الفتاه. طيب ممكن ناس كتيرة تعترض على شكلها وتقول إنه شكلها مستفز، قد نعترض عليها، لكن الحقيقة إن المشهد ده لا يليق على الإطلاق بكلية خرجت زمان مش دلوقتي قامات القانون المصري والعربي. التحرش وليس فقط بالمصريات، بالمصريات وبالأجانب، والنهاردة احنا بنتكلم على التحرش والسياحة، اللي يعني مش بس الإرهاب هيطفش السياحة، ولكن أيضا قضايا التحرش. بعد ما أثرنا هذا الموضوع اللي كان مكتوب في الصحافة البريطانية، السيد الوزير الحقيقة قام بتحقيق عاجل وقام بقرار، وقرر بالأمس، وده أدعناه عليكم، بإغلاق أو بإلغاء تراخيص فندقين في شرم الشيخ. القضية دي فيها شقين ولازم نواجه نفسنا، فيها شق له علاقة بتغليظ العقوبات والقضاء العادل. بقالي يومين بصرخ أقول القضاء السريع الناجز العادل اللي ما فيهوش تباطؤ، اللي فيه إن اللي يغلط يتعاقب على طول فيكون رادع ويكون عظة وعبرة لغيره. أصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة من 3000 إلى 5000 جنيه، على أن هذه العقوبة في صورة الجريمة البسيطة تزداد في الصورة المركبة التي تتمثل في الملاحقة. القانون مهم، بس الأهم إن إحنا كمان نربي ولادنا. إحنا جزء مهم من المجتمع، لو أنا بمثل نص الكتلة الناخبة فأنا لي حقوق في هذا المجتمع، نص هذا المجتمع. ولن نقبل بقضية التحرش، وهنفضل لو البرنامج ده ما وراهوش أي قضية تانية غير إن إحنا نطارد قضية التحرش، ونشوف موضوع الباعة الجائلين والانتهاكات اللي على في الشوارع، احنا مش عايزين نعمل حاجة تانية خالص. خلاص ده همنا الأساسي في المرحلة المقبلة. اتصل بينا مكتب معالي المستشار النائب العام، طلب وجود سهى غدا وأيضا ابنة السيدة إكرام لتقديم البلاغ في هذه المستشفيات وفي الأطباء والطبيبات الذين لم يستقبلوا إكرام وهي في حالة مترددة. وتاني هقول أسامي المستشفيات: المنيرة، القصر العيني، أحمد ماهر، الزهراء، 4 مستشفيات. الطوارئ في الأربع مستشفيات دول النائب العام بنفسه نائبا عن الشعب، نائبا عن المجتمع، هو اللي هيقدم البلاغ ضد هذه المستشفيات وضد هؤلاء الأطباء الكفر.